أهلا أهلا. موضوعنا اليوم عن التعرق الزائد وعلاقته بالسمنة. أول شيء خلينا نعرف شنو فائدة العرق أو التعرق. الفائدة الأولى للتعرق إنه يخفض درجة حرارة الجسم، والفائدة الثانية إنه يخلصك من السموم. فرط التعرق يصبح مشكلة إذا أصاب الإنسان بالحرج، الحرج من وايد ماي، الحرج من الريحة، الحرج من أماكن مو حلو إنه يطلع فيها العرق. في وايد عوامل تساعد على زيادة التعرق عند الإنسان، بذكرها بالسنابات الجاية. أول شيء رقم واحد زيادة الوزن، ترى كل ما زاد وزن الإنسان ومحيط الكرش زاد العرق عنده وزاد التعرق بكل جسمه. اثنين التوتر والضغوط النفسية. ثلاثة التعرض لموقف محرج. هناك بعض الأمراض اللي تساعد في زيادة التعرق مثل الغدة الدرقية وزيادة نشاطها. لذلك بعض الأدوية يساعد في فرط التعرق. السبب اللي بعده القابلية الوراثية، في ناس عندهم قابلية وراثية لفرط